بسم الله الرحمن الرحيم. معكم نور الدين بوسكورة، كاتب عام ديال جمعية المغرب التطواني، وهي الجمعية التي نظمت هذا السباق، سباق الجهوي، ويأتي في إطار الاحتفال بالذكرى 46 من المسيرة الخضراء تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للدراجات وتنظيم عصبة جهة طنجة تطوان. السباق شاركت فيه جل الأندية المنضوية تحت لواء عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي أندية جاءتنا من مدينة القصر الكبير، من مدينة العرائش، من مدينة طنجة، من مدينة الشاون، ومدينة مدينة تطوان. ما كانت رتبة ثالثة سموسي أنس، فيه طلوع والهبوط، فيه جميع أنواع الطريق، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل التدريب تمكنت أنني الدورة الأخرى نفوت داك الدري اللي كان معايا ونحصد المرتب الاول. سموسي انس ان شاء الله يكون مراتب حقا هنا القدام ان شاء الله يا رب. الرتبه الله كنشكرك اخي تما تما على هذا التتبع ديالكم تما ديال هذه الكاريره دابا ديال اليوم، والحمد لله تما كان السباق تما تما كان تعب شويه تما بعد الاماكن اللي تما في هذا السيركي هذايا، فهمتي؟ كنشكر الناس اللي نظموا هذا السباق هذا، نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله لما يجي يكون احسن. لله الحمد، كما شاهدتم قد مر السباق في اجواء رياضيه حسنه، الحمد لله موقعنا لا سقوط، وهذا هو الربح ديالنا، ونضرب لكم موعدا ان شاء الله في السباق المقبل ان شاء الله بمدينه ودلو ان شاء الله في اطار البرنامج السنوي لسباقات عصبة جهة طنجة تطوان، والسلام عليكم. جوائز من نوع خاص. شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.